Salut. Miouche. Nazouini. Salut prof. Salut. Younsel, mais au vu, non, c'était pas toi. Bon, là, comme partagez, taguez vos amis, informez, passez le message. Et Inch'Allah, on l'étude de texte zéro, les questions, en direct, Inch'Allah. Voilà. نوصلوا كيما القاعدة 150 بيرسون نبداو إن شاء الله. وعليكم السلام عنتر شيماء حنان وصال أهلا صافا كوثر جاري صافا إمتى الإطار المرجعي الأكاديمية أنا حمزة صافا حمزة فاتيا بونسوار بونسوار أم 23 محسن صافا لونطريمون محسن تريني ليا مزيان فوالا بادر بوكس لي بلون ان شاء الله نتمنى ونرجعوا الا ما رجعناش غيكونوا صعاب ما كي غنخدمهم دونك عافاك شي سيتياسيون ولا لي با اريستو يعني تري بيان ماهر بونسوار بونسوار ايا علي صافا امل بناني السلام وعليكم السلام انا صافا ياسين بونسوار فوالا 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 ميرسي شكرا لا يخطيك سي جونتي احنا انس فوالا ياسين تويرسا بسخوت الوالدين مرحبا وعليكم السلام فون 120 بيرسون غنوصلوا ان شاء الله 150 نبداو صافا لطيفة صافا ايمن ايوب مالكوم مالكوم اكس وعليكم السلام ظها غاز يوسف صافا ساريطا بالعيش صافا Très bien, 150 personnes ramdaoun, inchallah, un khidmou régional. Yak, fina fakhreddin, wakh al kwakh. Wakh. Moustache. La lahya dab, kish moustache. Donc voilà, 126 personnes. Bonsoir. Tiens, tu vois, comme wakh, Allah l'aïe l'aïe. Vous me manquez trop. Asaman billah, tiens, vous me manquez trop. Atchila, Allah, ma. ضروري من الكلاشات ضروري كاين الجديد ان شاء الله لا دخلنا نقراو كاين الجديد كاين ميور بروف دي موند ميرسي بوكو امين تو تري دون ديما خضرا بيان سور عزاز عليه الوالدين الله يعمرها دار مي ديما خضرا تي عطا الله وي اللايف غيبقى انغوجيستري 24 اور خصكم تعرفوا واحد القضيه راه لي لايف كنديرو في انستغرام ماشي بحال فيسبوك انستغرام كيبقاو 24 اور قليل اللي باقي الناس ما عارفينش واخا كنخدم في انستغرام حتى انا في لاباج فيسبوك عندي اكثر من لي جون في انستغرام تقريبا عندي واحد 40000 بيرسون في فيسبوك دوماج حم واحد كيدوزو لي لايف مي الناس ما كتسيقش الخبار بارطاجي الله يرضي عليكم انفورمي الماكسيموم لانفورماسيون راه نتوما عندكم لا ريسبونسابيلتي ديالها صفاء كضحكي من دابا باقي ما بديناش بدا نضحك بروف جاتون فو لايف افيك امباسيونس والله ميرسي بوكو حليمه سي تري تري جونتي حليمه دو كازا واش كاين امكانيه وي ممكن نرجعوا لي كور ان شاء الله ممكن نرجعوا لي كور كاين هاد لا بوسيبيليتي تري بيان فوالا التلاميذ العام عندك ضاع وما في اخر حصه ايمن الدعاء وداك الشيء واو الذكريات مي ميرسي بوكو مي تري بيان 150 بيرسون غنبداو نخدموا الجهوي الوغ سولوك انت هشام اخويا انت اللي غتقدر تفيدنا هشام احسن استاذ ديال الاجتماعيات العربية غادي ان شاء الله غنطاقيك في واحد ستوري اللي بغى يخدم العربية والاجتماعيات اولا باك هشام مرزاق اولا باك هشام مرزاق جو سي تري بيان سكو جدي تبارك الله ان تري بون بروف ما كيحشمناش مع الوالدين انا نقول لكم شي حوايج هو ما عارفهمش ملي كيسالي العام كيجيو عندنا لا ديريكسيون الاباء وداكشي والتلاميذ كيترحموا لي الوالدين كيقول لنا داك الاستاذ الله يرحم لي الوالدين هشام الله يرحم لي الوالدين انا كنقول لك من هنا نيابه عند هذوك لي بارون دي ليف لي كانوا الله يرحم لك الوالدين اخويا هشام تري بيان والبلون بالنسبه لي بلون راه كنقول راه الا ما رجعناش راه صعاب كي غنخدموا ماشي اون كلاس كنشوفوا لي ديفيكولتي زعما دو شاكان دو فو تري بيان بون
هانتوما ركزوا معايا مزيان، غنبداو دابا على بركه الله. الوغ سمعوني مزيان، الله يرضي عليكم. وي حتى في الحنصالي راه يمكن نرجعو، راه على حساب غنشوفوا الداخليه اش غتقول. حنا ما علينا والو، غنشوفوا شنو غيقولوا. داكوغ الا ما رجعناش كيف صعيب ما عرفتش، غيكونوا ديكو غادوميسيل، غيكونوا راه خدام دابا مع شي وحدين، جو سي با، غيكون داكشي انديفيديوال بالنسبه لي بلون. الحاجه الوحيده اللي غادي تكون انديفيديوال باغ بيرسون. داكوغ الوغ دونك وعلى بركه الله سمعوني مزيان، اليوم غنخدموا واحد بون الاحتمال ديال ديرني جوغ طاح بزاف نقص، يعني اليوم غنخدموا واحد الجهه ديال لابواط اميغفي مهم بزاف. غير واحد القضيه الله يرضي عليكم، كيقولوا لي التلاميذ بزاف كيقول لي انا عندي مشاكل في اللغه، راه خصك تعرف واحد القضيه، راه المشكل في اللغه ماشي اول عدو ديالك في الجهوي. اول عدو ديالك في الجهوي شناهو؟ انك انت ما بغيتش تخدم. علاش؟ كاينين شي كلمات عباد الله كيتعاودوا، واش ما يمكنش انت تقدر تصوب واحد الباجاج؟ مثلا انا كنقول لك هادي ما كان سي اون مونطر، وراه غدا ما غنبدلش لها السميه، ما غدا غتبقى اون مونطر. واش عباد الله انت كيصيدك فعل في الجهاوي، فعل ما كتفهموش، ملي كتجي تخرج من الجهاوي نشرح لك داك الفعل كتقول لي ما نسيت واش غندير لك. راه المشكل ماشي في اللغه، المشكل راه لينمي الجوري ديالك، العدو ديالك راه هو نتايا ما كتبغيش تخدم، ما كديرش واحد الكتيب وتجمع واحد الافعال وتشوف لي زاليمو. دونك احنا غنوريك دابا بان المشكل كاين فيك انت، انت دابا غتشوف، انت دابا غتعرف. غنخدمو واحد الجهاوي مهم بزاف، غتشوف لي كيسيون، راه لي كيسيون كيتعاودوا، راه بحال ما ربما لا فورم اللي كتبدل ربما. داكوغ دونك الله يرضي عليكم، بروني فوتر فوي او بلوتو فوتر كاييه، خذ كتاب ورقه وستيلو باش تخدم معايا مزيان، باش تجاوب معايا، غنجاوبو اون ديريكت، غتشوف كيفاش كيتخدم الجهاوي بحال هكا. راه ما غيكون والو، نفس القضيه غنخدمو مازال جهاوات اخرين. شحال من واحد كيسولني اش غيخدم، احسن نصيحه كنقولها انا هي الجهويات. انا كنقولها شي، انا بالنسبه ليا كندير واحد الطابلو، كنقسم التلاميذ على دو كاتيجوري، تلاميذ خدموا الجهويات وتلاميذ ما خدموش الجهويات. سالينا بلا ما نبقاو نهضروا بزاف، تلاميذ خدموا جهويات راه ماشي بحال فهمت يعقوب. دونك الله يرضي عليك، غنبداو دابا غنخدموا جهوي ياك. غادي نخلي اللايف غيبقى 24 اور. الجهوي كما قلت لكم ديال لابواط ميرفي، وكاين واحد الجديد ان شاء الله، كاين واحد الجديد. شنو هو الجديد؟ الجديد ان الجديد اللي غادي يكون باذن الله ابتداء من لا سيمين بروشين، غادي نبدا ندير مسابقات ياك، غنبدا نطلع دي بيرسون غيجاوبوني، غنعطيهم اسئله، 8 الاسئله الا جاوبتو عليهم غتكون اون ريشارج. راه غنهضر على هادشي من بعد في الديتاي، غندير فيديو خصيص على هادشي بوغ اونكوراجي لي جون. غندير بحال دابا في كل لايف 5 ديال لي ريشارج. داكوغ دونك المهم بريباريو مزيان ويكون خير ان شاء الله. تري بيان دونك اسمعني مزيان، الجهاوي اللي غنبداو على بركه الله كما قلت، راه اللي ما جابش كتاب ستيلو راه اخرج، والله العظيم اخرج من هاد اللايف نضيعو. الوغ يا بسم الله، باش هاد الكلافي باش نبدا نجاوب، حيت غنخدمو اون ديريكت، غنديرو لي ريبونس. الوغ بون الله يرضي عليكم، 10 درهم اورانج. واخا سيدي واخا بلا ما نفرشك انس، بلا ما نفرشك اللي صيفطتي لها الروشاج راه قالت لي كلشي صافي انس صافي. دونك واخا لا غيكونوا، غنعطي انا غيكونوا اورانج ايام وانوي على حساب السميتو، على حساب لوبيراتور اللي عندك، اما غنفرض عليك والو. دونك اسمعني شتي ايمن فرشنا ياك، دونك اسمعني مزيان، على بركة الله نقلبوا ال فوالا
صافي سي بون مقاد كلشي كيبان ياك. كضحكوا العفاريت هذا هو الكلاش بغيتو الكلاشات هما هادو. بون يلا جيتي ترجع تطلع اللايف من الاول دونك عال شوف سمعوني مزيان الله يرضي عليكم صافي سي بون عطيوني الاوكي بان ليكرون كيبان لكم مزيان ما ندير حتى موديفيكاسيون ياك شوف اللي خدم معايا في هذا الجهاوي اسمعني مزيان الله يرضي عليك الا خدمتي هذا الجهاوي مزيان احسب نقاطك في الاخر وحسب نقاطك ابري غتفهمني علاش غنهضر صافي مشينا دو خدمو ياك اوكي يلا على بركة الله اخ مزيان اوكي الوغ توجور سيلونسيو مون بير كونتيني ا مونجي انت شوف اخويا انا الكلمات انت توجور سيلونسيو مون بير كونتيني ا مونجي ديما حنا ساكتين الوالد يكمل الماكله ديالو ما مي ريكومونس ريكومونس يعني كنقولو غو لو يعني الوالده عاودت بدات عاودت داكشي اللي كانت كتقول وي ايه قالت لي تو سولا نو تو في ريان شي كامل ما دار لك والو داكوغ كو تا فام سوبيس تو لي زافرون ان مرتك تعاني من جميع المشاكل لي زافرون لي بروبليم يعني اي حاجه مرحبا طون ابيتي لابيتي الشهيه نون اي با افيكتي يعني ما تقاستش اي تو مونج كوم ا لوردينير راك تاكل زعما بحال ديما موا هيا موا فينيا جي تيلمون دو بين سور لو كور كو نو جو نو مونجري بلو جامي دو ما في انا زعما طالع لي الدم لواحد الدرجه ما كتصورش مزيان ما ميغ سو كاشون لو فيزاج الولد ضرقات الوجه ديالها اها نحاول نزومي لا لازمي ما يبانش واخا ما مير سو كاش سو لو فيزاج دون سي دو مان بوسا ان لون سانغلو بقات كتبكي دموع اي سومي ا بلوري ا شود لارم بدات كتبكي زعما بزاف ال جيمي سي بدات كتغوت سو لا مونتي كتعدد سو دوني دو غون كلاك سور لي كويس بدات كتصرفق في خاله شونطون سور ان اير مونوتون بدات كتغني بواحد الطريقه رتيبه ممله اي كومبيان تريست تو لي مالور كي لافي فرابي زعما كاع داك المشاكل اللي عندي راك عارفين العيالات ملي كيبداو يعدو ال انيميري لي زانسول بدات كتعدد انيميري يعني كتعدد سيتي بدات كتحسب كي لافي روسو المعيور اللي توصلات بيه لي زيبيتيت دونت لافي غراتيفي ريكومونسي انتاريسابلمون Le panigrénite et de ses ancêtres qui, par la même occasion, se trouvaient offensés. Très bien. Mon père, le Walid Diali, rassasié, bu, s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accouder et demanda. Je vais vous donner un coussin. Bravo, allez, comme moi, je vais vous donner un coussin. Je vais vous donner un coussin. ويقول لها avec qui tu t'es encore disputé معاهم ضربتي عاوتاني لا فراز eu sur ma mère un effet magique كانت عندها واحد التاثير عجيب elle cessa de pleurer حبست البكا releva la tête هزت راسها et avec une explosion de fureur ياك s'adressa à mon père واحد القمه ديال الغضب هضرت مع الوالد مي avec la gueuse du premier étage العجوزه ديال البروميير ايطاج اللي ساكنه في شكون هي لا بروميير لا فام لي ساكنه راه هي لا فام دو فابريكون دو شارو لي كيبيعات لي شارو هما دوك المحارت ديال الفلاحه سي ديغوتونت كرياتور ديك الكائن المعفون اسوي مول قالت لي التصبين ديالي مون اسوي مون لانج بروبر افيك سي غوني كي سونت لي طابل لي طابل هو الاستابل يعني في مريحه الكوري ال لو سو لاف جامي دوردينير ياك ما كتغسلش كي ديما ال غارد سي فيتمون 3 مو كتخلي حويجات 3 شهور ياك مي بور بروفوكي اون كوريل ولكن باش تجبد الصداع اون كوريل هو الصداع نزاع ان كونفلي
Elle choisit le lundi, mon jour de lessive, pour sortir ses aïeux. Tu connais ma patience, je cherche toujours à aplanir les difficultés. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. Je tiens cela de ma famille. Nous sommes tous polis. Les gens qui nous provoquent par des paroles grossières, nous avons conservé notre calme et gardé notre il a fallu cette pouilleuse. انا رحمه صوت رحمه تخوه لا نوي زعما غوتات انا مقمله بويوز موا انتونديفو بوبل دي مسلمو سمعوا المسلمين لا جورني لو زعما النهار ما كفاهاش لي زوم سون مانتونو دون لا ميزون الرجال هنا في الدار اي بورون تيموانيي دوفون ديو كي دو نو دو ا ديباسي لي ليميت دي كونفينونس الرجال هما هنا هما اللي غيشهدوا شكون اللي فات العبار داكوغ مزيان واخ دابا ركزوا معايا اول حاجه انا قريت النص دابا انا في الجياول مزيان دابا انا دابا عندي امتحان مثلا امتحان الجياول تفهمنا اول حاجه غنركز عليها هي النص انا غير مع راسي برافو عليكم والله الا برافو عليكم الحمد لله شي كامل خدمناه لا ديسبوت اونتر لا زبيده ارحمه اكوز دو جور دو ليسيف على قبل نهار الصابون شي اول حاجه نحددها في راسي نقول انا القصه عرفتها مزيان لا بواط اميرفي برافو ثاني حاجه غتقول انا اش من باساج مهم هاد القضيه مهم اش كنقول لك تبع معايا في لي زيليمون اللي كنشرح عرفتي الباساج برافو عليك سالينا حيدنا المشكل تفاهمنا دونك دابا ركزوا معايا الله يرضي عليكم غنداو لي كيسيون ياك جاويت سالي راه هادشي كنقول بريكول غيبقى انريجستري يوسف ياك غنجاوبوا دابا الاسئله غنمشيو دقه دقه تبعوا معايا ها هو الكلافي غنبدا خدام معاكم غنبداو نجاوبو غنجاوبو اون ديريكت الاسئله غنقراوهم غنحاولو نفهموهم ورقه وستيلو غلطتي صفر نقطه جبتيها صحيحه عطي النقطه ديالك نقط راسك حاول تخدم جوج دو ستيلو الله يرضي عليك مزيان واخا على بركه الله اتيود دو تيكست ديب شوش قال لك شوف ماش قال لك انت السؤال كي يلمحوا لك ليزي اتونتيفمون لو تيكست قرا بانتباه النص راه الجواب كاين في النص اي ريبوندي او كيسيون سويفونت او جواب مزيان على بركه الله انا غنصبر يلا سربي جاوبوا معايا حاولوا تجاوبوا معايا انا غنتسناكم مشات مزيان اول سؤال انا بعدا الطابلو هاد النقطه كيجيني كادو عطاو لينا الله يرحم لهم الوالدين في النار انت اكيل جونغ انا جو في اسي نبدل لا كولور هنا باش نحاول نكتب هادشي اون روج اي اون غرا داكوغ كيل جونغ ليتيرير ابارتي لا بوات شنايا اكيل جونغ ليتيرير برافو عليك اسامه رومون اوتوبيوغرافيك مزيان انت رومون auto bio graphique 4 نقطة جاب الله فهمنا مزيان انت دات بوبليكاسيون عيب اصاحبي والله حتى عيب دات بوبليكاسيون ما تعرفهاش دات بوبليكاسيون شنو واش مين برافو لك مزيان 1954 مجاوب من نيت وراه ساهل راه باين كنضحكوا شويه 1900 مزيان اي سي تان رومون اوتوبيوغرافيك مزيان كيوني لوتور والله الا حشومه بالله لوتور احمد الصفريوي واحد غير هادي واحد التلميذ كندوز الجهاوي لابواط ديال 2018 لوتور كتب لي احمد الصفريطي مشات لي 4 نقطة على التي تخيل احمد صفريوي كاتب لي احمد صفريطي مابغيتش ننسى ليه واخا احمد صفريوي مزيانه تري بيان
Voilà. Les éléments de réponse. Ah, tiens, citer une autre œuvre du même auteur. Ouada. Galka Ouada. Attends, je vais faire ça. Ouada. Waha. La maison de servitude. La maison de servitude. يا احنا ضربنا القيطه ديالنا مزيانه لو جاردان سورتي لا صحيحه لو شابلي دونك صحيحه شبعانه قصص مزيان لا ميزون سيرفيتود اي لا ميزون شبعانه كاين ما هادي ما توحلش فيها صافي ندوزو السؤال رقم 2 كيسيون نيميرو 2 انت شو قالك بور سيتوي le texte dans l'œuvre, باش نسيتيو باش نعرفوا راسنا حنا فين كاينين جاوب على هاد الاسئله جوج الاسئله كل سؤال عليه نص نقطه عايشه 0.05 × 2 هاي نقطه ناخذ وضحك انت دون كيل تيب دو لوجمون دون كيل تيب دو لوجمون habite la famille du narrateur دون كيل تيب دو لوجمون habite la famille du narrateur فكروا مزيان عطوني جواب هنا الجواب ستوندار انا هنا اللي شي هنا اللي كتبتي دار الشوافه تقدر تحسب لك ممكن الا كتبتي حيت هو قال لك اش من نوع سكن واش سكن مشترك ولا دار بوحده برافو لك ميزون كلوكاتير دار الشوافه ما كيبانش واخا دون كيل ها ندير مزيان دابا تراديس اون ميزون تراديسيونيل اون ميزون كوليكتيف برافو لك ايوب دار الشوافه انت الجواب عرفتي اش غنديرو انت غنديرو بالاحمر فوالا عرفتي اش غنكتبو غنكتبو اون ميزون افيك قلبو على الساره دي فوازان صافي دار فيها الجيران اون ميزون افيك دي فوازان ميزون كوليكتيف صحيح انا نشوف ديما كنقلب لكم على السهل على السهل برافو عليك ايا ميزون دو زيتاج ار ار سي دون اون كوليكتيف ميزون مزيان تراديسيونيل ميزون كومون برافو عليكم كوليكتيف مزيان مزيان صحيحه احنا خدينا نص نقطه صافي سي بون مزيان انت بي السؤال رقم 2 بي كيلي انت كيل لو ميتيي ماشي مشكل هنا واحد القضيه فرونسي والله هما كيتيسروا معاكم فرونسي ما عارفين اللغه بنادم عنده دي بروبليم او نيفو دو لا لونغ برافو عليكم لو ميتيي ديالو ان تيسرون انت ندير اون روز ان تيسرون توب دومين ديال الاب توب عرفتي اللي ما كيستافدش من هاد الجهويات زعما باز وحق الله ان تيسرون ان تيسرون باش نفكرك هذاك راه جهه ودابا تخي راسك انت كدوز في هذا الامتحان بالضحك ضاحكين دابا ما كاين والو انا اقول لي دابا فين هي اللغه فين هو المشكل ديال اللغه الكذاب بنادم كيكذب على والديه كيقول لي لا راه ما قريتش لا ما تبقاوش تقولوا لوالديكم هاد الهضره راه كيجي واحد المدرسه راه كاينين شي اباء والله حتى كيجي وطالع عليهم الدم كيقول لك انا ما عنديش الامكانيات نقري ولادي في البريفي ما كايناش هاد الهضره والله ما قضيت اللغه اللي بغى يخدم راه يخدم على راسو انت كاين ميتشي في لو بير دو ناراتور شنو الحرفه فين هو هنا اللغه فين كاين المشكل ديال اللغه الله يرضي عليك اسئله ديال الله يحسن العون واخا السؤال رقم 3 داكوغ انت ركزوا معايا مزيان وشوف كو ريبروش لا مير دو ناراتور ا سون ماري دابا هنا ربما غتخونك واحد ايخونك واحد لو فيرب لي غيخونك عرفتو غيخونك هذا ريبروشي واش غنقول لك انا كنهضر بعدا على الناس اللي كيديروا لي كور هاد غوبروشي بعدا انا نتقلد بها شرحتها شحال من مره شرحنا في لابواط شرحنا في اونتيغون غوبروشي كتلوم الله يرضي عليك ويصال الله الا برافو لك لو غوبروش لو فيت كي لي ريستي سيلونسيو انا شوف غنجاوب واحد الجواب انا نشوف راه عطاوك 0.5 × 2 يعني ا على نص نقطه وبي على نص نقطه شنو غنقول على ا
انت شنو كاين الغبروش شنو كتلومو شو غنكتب شو غنكتب سهل سهل il n'écoute pas ما كيتصنتش صافي فين هو دابا ال سميتو فين كاين المشكل لو فات كيل ريستي سيلونسيو كاع الاجوبه صحاح وتعلم شوف احسن حاجه تستافدوا من هاد الجياوي شنو سامبليفي لي ريبونس دابا فين il n'écoute pas تخيل معايا le verbe écouter au présent في la négation في النفي il n'écoute pas ما كيسمعش هاد il قصدنا بها انت la mère du narrateur à son mari قصدنا بها le mari il n'écoute pas ما كيسمعش سالينا نص نقطه ضحكه شو قال لي هنا justifier اشني justifier يعني جيب البرهان كلشي عارفه justifier votre réponse par un énoncé du texte واش عرفت شنو ان énoncé وقال لك سير خذ جمله من النص وعباد الله قال لك سير خذ جمله من النص انت جوستيفي انا بلا مخ ما يقولش لك فيما تشوف جوستيفي ما تضربش تماره سير جيب جمله من النص داكوغ سير جيب جمله من النص مزيان انت قال لك جوستيفي فوتر انا غنمشي للنص بحالك غنمشي بحال شي واحد ما كيفهمش انا ما كنفهمش انا ما كنفهمش باش حتى ما تمحنش معايا ونقلبوا عليها شوش قال اها اها انت شو اي واحد اختاريتي في هادو باينه اش غتقول لي انا نختار هادي تو سولا نو تو في ريان انا عندي لا شوشو عندي لا كوبي كوبي شوف كوبي عندي لا كوبي بحال هكا في الامتحان عندي لا كوبي شا باش نوريك انا ما نزيد عليك والو ما نخبي لك والو شو غندير انا جوستيفي غنجي ندير لا كولي صافي صافي وغندير اون غراب الحمر بحال الجواب ديالي انا شا صافي تو سولا نو تو في ريان شا ولا لا دونك الله يرضي عليك في كاين بروبليم هنا فين توجور سيلونسيو الله يرضي عليك ويصال برافو عليكم شوف توجور سيلونسيو يعني صافي سالينا غندوزو السؤال رقم 4 مزيان واش كاين شي مشكل كاين شي مشكل كاين شي سؤال توجور سيلونسيو واه مون بير كونتينيو ا مونجي صافي واخ الله يرضي عليكم نتوما سابقين زعما كنطيرو زعما سابقين الاسئله بشويه بشويه avec qui la mère انت avec qui la mère du narrateur s'est-elle disputée واه والله نص نقطه صاحبي انا حشمت وحق الله حشمت كتب رحمه كان يعقوب كيعرف يطابي في كلافين عيط لي يكتب لكم رحم رحم انت رحم رحم راه عباد الله وتخرج تكتب على داركم ما جبت فرونسي مزيان ما عنديش عندي فيها مشكل غنفرجكم انا مع الوالدين ديالكم في خبار غتفرشوا مزيان الا كانوا الوالدين كيتصنتوا غتفرشوا والله حتى غتفرشوا بالله انت رحمه رحمه عباد الله رحمه رحمه بلاش هذيك شي واحد القضيه ال سي ديسبوتي افيك سا فوازين رحمه بلاش والله بلاش بلاش رحمه رحمه غتكتب رحمه والله حتى غتاخذ نص نقطه واخا بور كيل ريزون انت شنو السبب شنو السبب عباد الله راه غتجاوب بلا ما تكون راه قلناها راه مكتوبه ما كاينه في النص شنو السبب قولوا لي السبب اكوز الله يرضي عليكم اكوز دي جوغ دو ليسيف اكو انا ما انا شي واحد قال لي بور كيل ريزون انت شو الجواب شو غندير لا ليسيف شا صابون جوغ دو ليسيف صافي ولا انا ما غندير نقلب على شي جمله نعاونكم بها من النص نمشي نجيب ناخذ شي جمله اها لا فام دي سينك اسو اير سي ديغوتونت كرياتور نجيب الجمله بحال هكا سي ديغوتونت كرياتور اسوي مون لينش بروب شا صافي ولا غندير بحال هكا بور كيل ريزون لا ليسيف على قبل ما الصابون لا ليسيف انا ما نكتبش عليك اكوز دو لا ليسيف انا ما كنفهمش صافي فرونسي ديالي انا غناخد ديما انا جو برون لا كاسكيت انني ديال تلميذ كاسوب ما كنفهمش ما غنتفننش في الاجوبه كنكتب دي ريبونس سامبل اي كلير ليسيف برافو عليكم مضاربه كتب ليهم مضاربه داكوغ غنكتبها ليهم انا دير ثم غيدير لك النقطه مضاربه ما تفهمهاش ما تحسبش لك واخ
صافي مزيان رحمة الله في مزيان 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 وي ديسبوتي المضاربة سيتي ديسبوتي مزيان واخا غندوزو السؤال رقم 5 دون لا بروميير بارتي دو تيكست انت شوف 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 ركزوا معايا مزيان شوش قالوا ليا دون لا بروميير بارتي دو تيكست في الجزء الاول من النص يعني قالوا ليا فين غنمشي علموني هادو راه اشارات مهمين قالوا ليا في البارتي الاولى في النص ياك كو في لا مير شنو كدير الام ياك كو في لا مير شنو كدير الام ديال الراوي لو ناراتور يعني الام ديال سيدي محمد باش تقنع بور كونفانكر سون ماري باش تقنع راجلها كي لي فيكتيم دو سيت ديسبوت باش تقنع راجلها انها ضحيه ديال هاد النضال والله حتى برافو عليكم قلتوا لي ال سمي ا بلوري عرفتي اش غندير انت شوف شوف الجواب لي كومونسي ا بلوري باينه انت شوف 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 اها ما مير ياك كون ريكومونسا انت j'ai tellement de peine maintenant ma mère se cachant le visage dans ses deux mains poussa un lance-anglais dès que tu kibes dès que et se mit à pleurer à chaudes larmes elle gémissait اختار اللي بغيتي فيه مارغالوك في بارتي الاولى في النص اختار اللي بغيتي داكوغ انا الجواب اللي غندير انت شوف انت اللي بغيتو انا هنا ال في كلمه هنا ال كنهضروا على للزبيده ال هي ال Elle pleure, elle pleure. Et on a si je me mets chauffe, on a si je me mets Et dans le dic NZ, elle pleure et elle gémissait, elle se. On a quoi d'acquis meilleur, mais Elle gémissait, elle se lamentait, ou là elle et se donnait un chouchou, et se donnait de grands. Claque sonore sur les cuisses. Parce que tu as fait ça. Et se donner de grandes claques sur les cuisses. Ça va? Eh ouais. Soir comme ça. Question numéro 6. La mère du narrateur. Yek? Brosse un portrait dévalorisant. Ouais, bah, portrait. Un homme qui a portrait, ça, un portrait. Il y a les portraits. Le portrait d'une personne. Ça veut dire le trait de caractère, qui est le portrait physique, le portrait moral. Ouais, quand même, ça habite l'air d'ailleurs. Le portrait dévalorisant. Il y a qui n'a valorisant, l'axe d'Yelechneya, dévalorisant. De la femme avec laquelle elle s'est disputée. قال لك بداش كتعطيها واحد كتعطي لها واحد التقييم خايب شوش قال لك غولوفي عشناه غولوفي قال لك انت ما ضربش تماما بغيناك تكتب والو غولوفي جبد يستخرج من النص غولوفي دو تيكست دو زيليمون كي لو مونتر عطيني جوج العناصر لا غلطه مايا ولا لا فام دو فام لا قالتها مرت مولي كيبيع المحارت هذيك ما عندها لا La femme du fabricant de charrues, Ghalat. Là, regarde, j'ai oublié de s'aller. Ah, le kelmel ou les gilchouali, elle m'a gilchouali. C'est ça, hein, tcha. C'est ça, la pouilleuse, m'gimla. Pou. Yak, yen m'gimla. Voilà, on est kelmel tchania. Ma djibid, pouilleuse, un chouvou dégoûtant, tchou chkeina. Had gal grelvena, d'abba, ana ma akalchi, Allah, ana ma kan akalchi, d'abba, ana gharqara nass. Amchina khouda mon nass. Allez, j'en drop tchamara. Étage, cette dégoûtante créature. Là, chaud. Dégoûtante. Finéa. Aïe. Dégoûtante créature. Dégoûtante créature. Lkain l'béchia. Ça va bien? M'gimla ou kain béchia. Aïe, m'gimla hina ou kain béchia. Dégoûtante, l'air d'aller. La gueuse, qui n'a la gueuse, tu sais. Attends là le kalimat. Bien là, ayant que tu te vas chercher à dire. Monteuse, dégoûtante, excellent. Oui, dégoûtante, il y a mon carrefour. Tu as dit que 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 tu as
الوغ على بركة الله نكملو شوف اش قال لك je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière قالت لي انا ما كان الادب ديالي والصواب ديالي ما كنخرجش مالي الكلمه اللي قال لك سطرنا ها انت ركز معايا الكلمه اللي سطرنا لو مو سوليني يعني كيقصدوا كورتوازي دونك سي تينونسي سيف عقلوا عليها واحد الكلمه باش ما تبقاش تخلعكم انونسي اش كي ف انونسي يعني مقطع من النص نص تقدر تكون تيكست تقدر تكون فقره كنقصدوا بها انونسي عقل على الله انت انا نشرحهم لكم شوف كاينه كرانت يعني كتقصد الخلعه باسيونس الصبر ولا بوليتيس الادب شي واحد القضيه انا نقول لك شي اللي ما جاوبش على الجواب هذا سورتو الجواب والله يمشي يطلب السماح من والدي يقول لي سمحوا لي على ديك التماره اللي تكرفصتو وربيتوني وكبرتوني والله الا سمحوا لي علاش حيت هي قالت كورتوازي هنا في النص ياك وهنايا شوف شرحاتها قالت لي قالت لي ما عرفتش فين ياك تي كوني انت جو تيان سولا دو نو سوم توس بولي حنا كنا مؤدبين شي في النص قالتها يعني هي شرحاتها قالت لي حنا كنا مؤدبين دونك الجواب هو هذا ما ندير عليه والو غنشد هادي بوليتيس وغندير اون غرا اي اون روج هذا هو الجواب صافي مزيان صافي سي بون تري بيان لا الدراري ملي تسوقوش دابا كاينين شي وحدين كيكتبوا دي كومونتير وداك الشيء مهاليا ما ديتش عليه فهمتي كله فين طرعرع كله فين دوز طوفولت وكله اما ماشي الخاطر راه انا ندوز شي ظروف ما كيعلم بها الله دونك اسمعني خلي بنادم اللي باغي يقرا راه كيقرا الوغ فوالا مزيان هادي تري بيان السؤال رقم 8 كيسيون نيميرو 8 لا كورتوازي هي الادب لا كورتوازي هي الادب هي لا بوليتيس كنقولوا اون بيرسون جو سوي كورتوا داكوغ يعني انا كنهضر بزوين وكنبعد العيب فهمتي اش بغيت نقول لك تري بيان ولا كنتو كتردوا البال راه غير دوك الكاميوات ولا الرميك اللي كيكونوا شادين الطريق كيكونوا كاتبين عليهم سي لو شوفور ني با كورتوا عيطوا لهاد النمره الا كان ما مادبش في الطريق كيخرج وما داكوغ ولا تردوا البال غير ردوا البال الوغ مزيان الفيغور دو ستيل جو نو مونجري بلو جامي دو ما في شوف وايلي شي واحد كيقول لك ما بقيتش غناكل حياتي كامله ياك ما بقيتش غناكل حياتي كامله اون ميتونيمي انت اون ميتونيمي عشني ميتونيمي ميتونيمي رومبلاسي امو باغ ان اوتر مو انا واش بدلنا كلمه بشي كلمه ما كايناش اون هيبربول مبالغه وكاينه اون انتي فراز كتقول العكس داكشي اللي كتفكر فيه انت ملي كتهضر مع شي واحد كتقول ليه صافي انا بقيت غناكل حياتي كامله حنا اوتوماتيك مش كنجاوبو كنقول ليه وايلي زدتي فيه فهمتي اش بغيت نقول لك شنو هي زدتي فيه اش كتعني انك tu as exagéré c'est une hyperbole يعني المبالغه اكسيلون برافو شو فيير دو فو جمعوا نقاطكم بداو تحسبوا النقاط واخ كورتوا معلم قول لي الريال تري بيان وفري المعنى ديالها هي مؤدب مزيان ندخلوا دابا الكيسيون نيميرو 9 السؤال رقم 9 دون لو تيكست انت دائما في النص دون لو تيكست لا مير دو ناراتور ايفوك سا فامي العائله الام كتجبد عائلتها يعني سي زوريجين الاصول ديالها افيك بوكو دو فيرتي بواحد الفخر كبير بور كيل ريزون سولون فو اي سبب انت دابا انت ودابا ركزوا معايا والله العظيم راه الا كانوا كيسمعوا والديكم راه غيجاوبوا لا هما غيجاوبوا راه انت تقدر غير تترجمها انت في النص الام كتقول كتجبد العائله ديالها يعني الاصل ديالها بواحد الفخر كبير زعما علاش السبب بور كيل ريزون ريبوندي اون 3 لين او ماكسيموم يعني ثلاثه السطور ماكسيموم سطير بارك علاش في نظركم السبب غنقرا الاجوبه لا مير دو ناراتور في مونتري كي لي روسو الله يرضي عليك مزيان بور مونتري غناخذ هذا الجواب عجبني
انت عجبني هذا الجواب، انا ما قلت والو بوغ. انت الا سولتي الوالده ديالك غتقول لك اولدي راه هي كانوا كيسمعوا، غتمشي تسول غتقول لك باش كتبين انها مربيه انها مأصله. انت شوف انت بوغ مونتري، انت بوغ مونتري كيلي كيلي كنقصدو بها كيلي بيان ايدوكي، انها مربيه مزيان، شا انها مربيه مزيان صافي. اي اي بولي، نزيد بولي مربيه مادبه، انا ما زدت والو. اي بولي صافي بوغ مونتري كي لي بيان ايلفي. برافو عليك. اللي بغاو يعطيو اجوبه اخرى يقولوا احسن نصحوا لكم. دابا قلنا حنا بوغ مونتري كي لي بيان ايدوكي اي بولي، بوغ كونفانكر سون ايبو كيلا انوسونت ايدين، مزيان 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 برافو عليك. بوغ مونتري كيلا اون بون ايدوكاسيون، افواغ كنقولو افواغ اون بون ايدوكاسيون، بوغ مونتري كيلا ابارتيان اون كروند فامي اكزاكتومون، باش تبين انها بنت عائلة كبيرة. بوغ ميت سا فامي سوا ميم اون فالور اكزاكتومون، لا لو زوبي ديفيك سا فامي بوغ مونتري كيلا دي اوريجين كو رحمة، اييه باش تبين انها مأصلة كتر من رحمة. بوغ مونتري كيلا روسو اون بون ايدوكاسيون، برافو عليك ايوب. Pour montrer qu'elle était une femme descendante, exactement. Là, regarde, trois, chauffe, abaisse une femme. Qu'elle oublie comme trois lignes maximum. Femme, à qui on a mené un chef. Un chef, il a gagné une trois lignes minimum. Tu marques ce chef. On a gagné trois lignes maximum. Femme, pour montrer que sa famille est mieux que, exactement, que Rahma, exactement. Pour influencer sur son mari, mzien, taye mzien, pour montrer qu'elle avait une qualité positive, exactement, mzien. Ça c'est bon, pour montrer qu'elle est mieux que sa voisine, mzien. Même chose sur le numéro 5. Même chose sur le numéro 5. D'accord, wach. Pour convaincre, je vais vous amener. Ah, d'accord, je vais vous amener. Je vais vous amener. Pour montrer qu'il est vraiment courtois. Exactement. Soit l'achat, alors que je vais l'achat. C'est bon? Le père du narrateur écoute avec calme ce que sa femme lui raconte à propos de sa dispute. Si, l'abgala qui te semble être le calme. Il y a un calme, il y a un calme, il y a un calme. Que pensez-vous de cette attitude? Je ne sais pas si je fais le fait. Je ne sais pas si je fais le fait. Je ne sais pas si je fais le fait. Je ne sais pas si je fais le fait. Je ne sais pas si je fais le fait. Je ne sais pas si je fais le fait. Je ne sais pas si je fais le fait. Je suis pour ou je suis contre. Je ne sais pas si je fais le fait. Je ne sais pas si je fais le fait. انا بوغ موا مزيان الراجل اللي تصنت بواحد يتصنت لا فام خلاها تهضر هو يتصنت لها داكوغ. اسمع انا نقول جو سوي، شوف 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 انا غنديرها بالاحمر باش تميزوا لا ريبونس. فوالا اون غرا اون روج جو سوي، انت جو سوي بوغ، انا غندير انا جو سوي افيك سيت انت اتيتود، انا مع هذا الفعل فهمت، ما درت والو فينا ما ضربت حتى تمارة. انا واحد القضيه كنجاوب بواحد الطريقه ديال انني ما فرونسي ديالي ضعيفه جدا داكوغ مزيان. وهنا غنعطي الجواب علاش كار. نتوما دابا قولوا لي كار ناخذ شي حاجه. جو سوي داكوغ افيك لو بير دو ناراتور كار لي لي زوبيدي توجور دي تري بيان. Je suis pour. Bien, Ayman Khadija, je suis pour. Je trouve que sa réaction est logique. Parce que sa femme a l'habitude de se disputer. Bien, c'est vrai. Parce qu'on doit toujours attendre l'être humain avant. Bien, seulement bravo. Et pour éviter les problèmes. Je suis pour. J'approuve cette attitude parce que je ne vois pas. Bien. Je suis pour la personne d'entendre bien, pour comprendre mieux ce.
Je suis pour, c'est parce qu'il faut mettre en valeur le dialogue. Mzien, bravo, Alec. Très bien, c'est une battue pour éviter les problèmes avec sa femme. Car. Tiens, car. C'est une bonne chose pour éviter les problèmes avec sa femme. Allez, salam. Ça fait Céline, j'ai oui. À mon avis, je suppose que. Pour éviter les problèmes avec sa femme. Là, ouais, rahdou maïa, tiens. Dabba ma عندكم ملاحظة ضعيفة. شو قلت؟ Éviter avec. تفادي المشاكل مع. Éviter, ماشي les problèmes de sa femme. Pour éviter les problèmes avec sa femme. باش يتفادى المشاكل مع مرتو. Et c'est vrai, في الجهاورة لا درتي pour éviter les problèmes de sa femme. مو صحيح يقدر يدوز لك. Ça passe. ولكن راه غلط لغتا. Très bien. جمعوا النقاط. يلا على بركة الله بلا كدو على كتبوا لي نقاطكم ناخذ أول 10 جاوا غابر يقول والله العظيم أنا سرتي بلاتي قبل ما ندوزو البرودكسيون كريت يلا شكون اللي جاب 9 8 وي ما تكذبوش صافي انا مزيان هاد 8 8 7 75 مزيان واخ 9 9 فين 9 9 واخا ناخذ اكزومبل مروه ا آه. جبتي 9 فين ضيعتي نقطه برافو لك اسم الله يسهل 10 حليمه 9 8 مزيان 8 واخا 8 و demi مزيان كاينين واحد 9 الله اها ويت 8 9 او مكيناش 10 اها تري بيان برافو 10 انا ما كرهتش تحطوا لي النقطه اللي جبتو وما بين قوسين فين غلطتو بحال دابا ما بين قوسين السؤال رقم 3 زائد السؤال 5 واخا 875 بارفي مزيان باش ندوزو البرودكسيون اكريت ونشوفو السوجي و تيز انتيتيز 6 او جبت 16 تبع ما احسن وصلت الحمد لله وليد مرحبا على راسي ولا عيني هذا واجب اخويا وليد الله يسهل عليك 10 تري بيان 975 مزيان كيستيون 7 غلطتي في 7 فيني 7 سؤال هو بوليتيس الشيك مع مرات كنصيدو في غلاصي واخا 9 فيغ دو ستيل غلطتي في ليبربول سا باس وي وي غنخلي اللايف اونجيستري مزيان لوغوب ضيعت لوغوب بروش واخا مزيان يعني دونك كنتي غادي يبيع 10 عالي 7 عالي كل مرة كتحط نقطة اصاحبي خصني نهضر مع الدار يحيدولك انترنيت 9 فيغ دو ستيل واخا فيغ دو ستيل بون ساهلة سيداتكم 10 على 10 برافو لك مزيان 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 تري بيان كيستيون نيميرو 7 بلا بوليتيس باسيونس وي نقطة نقطة مهمة عطيني نقطة لكن معامل راهي 4 نقطة في الجهوي كمعدل عام تسعود ونص لافان دو فاب وي حيدتي نص نقطة مرحبا افيك بليزيغ مرحبا خوت حنا مشات لي 9 و 10 ايوا 9 سي با غراف استاذ د برودكسيون واخا سي سعد الدين بدا برودكسيون ميرسي مسيو انا اني هاد الريجيو واخا انا نقول لكم ابري صافي سي بون لا بروشين فوا ان شاء الله بنادم يخدم كونسونتري دونك ندوزو لسميتو السؤال رقم 10 البرودكسيون كريت ندوزو البرودكسيون كريت يلا
Avec plaisir. Vous êtes mes amours. On est une famille, inshallah. Yalla, ala barakatillah. Ça, c'est bon. Dose de production. Attends, on dit, ok, bah, dose de production. Vous voyez, tu peux même dire. Waha, mzien. C'est bon. Production écrite. غير واحد القضية بالنسبة للبلون راه ميمكنش تخدمو سوغ انترنيت باش نتفاهمو ان شاء الله البلون راه كيكون اتيتر انديفيدويل يعني فردي كل واحد كتخدم معاه باش تشوف لي بروبليم اللي عنده على بركة الله غنشوفو برودكسيون اكريت يلا كيبان لكم مزيان سي بون صافي كيبان لكم ياك اون ادمي انا غنقرا اون ادمي جينيرالمون كو لي ريلاسيون انتر لي فوازان دواف اتر بازي سور لو ريسبي قالك هادي مفروغ منا ان العلاقات انت انا غنقرا لكم اون ادمي انت Généralement, on admet généralement que les relations entre les voisins doivent être basées sur le respect. Qui connaît bien l'ihtiram. Tu vois maintenant, la relation qui connaît bien le jiran et l'entraide ou le moussaada, on a mis tsaado. Bien, wah. Or, ولكن كنلاحظوا ما عرفتش كيفاش غندير لي اونجيستري في اي جي تي في والله ما عرفتش لو ولا عرفتو وريوني كيفاش غندخل نقلب سوغ انترنيت باش نلقى هاد القضيه غندخل نقلب ياك اور اون رمارك كنلاحظو كو سيغتان فوازان سو كومبورت دون مانيير انكسيبتابل كنلاحظو بان شي جيران كيتصرفو بواحد الطريقه غير مقبوله مزيان كو بونسي فو سيتي يا صاحبي راه كيسولوك انت عرفتي واحد القضيه برودكسيون كريت خص لونترينمون لي زارغيمون خصكم ترينيو هذا بلون سامبل صراحه كو بونسي فو سيت اوبينيون لوبينيون شناهي انا ابري غنخدموها ياك ديفلوبي فوتر ريفليكسيون سور لو سوجي ان فوز ابويون سور دي زارغيمون بيرتينون لاحظ معايا لي زارغيمون بيرتينون دي زارغيمون بيرتينون هذا هو المطلوب منك شي هاد العشرة النقط كامله دايره عليها هادي هاي Aïcha, des arguments pertinents. Si le S me dit bon, des arguments pertinents. Fais un petit peu engoulé. Il y a des arguments pertinents. Et qu'on en fait le mahal d'hier. Et sur des exemples tirés de votre entourage et de vos lectures. Ça, vraiment, on va voir comment on a chine. C'est-à-dire que tu vas à l'EFGAL, j'y ai ouïe. Chouchgalouk. Sur des exemples. تيغي مخودين من محيط ديالك من القراءات ديالك هادو هما لي زارغيمون اللي خصكم تقولوا ديروا في الجهويت امين بون على بركه الله انا نعطيكم واحد نص دقيقه للتفكير شنو هو السوجي هنا وشنو هي لا تيز و لونتيتيز مزيان الوغ اون ادمي قلنا جينيرال لو ريسبي اونتر لي فوازان انا باش نخدم معاكم او ميم طون انت بحال هكا نهار الجهه وانا بغيتك بحال هكا شنو درت بغيتك بحال هكا نهار الجهوي تخدم بحال هكا غتخدم انت ما انا بحكم انني ما عنديش ورقه انت غدير بحال شي شيما غتكتب هنا السوجي غندير واحد هادشي كامل اللي جاي بالاحمر ياك اون روج الجواب اي اون غران واخا غدير السوجي عندي الكلافي حدايا ندير سوجي مزيان غنكتب شنو هو السوجي غنهبط غنقلب على شنو هي الفكره لا تيز وشنو هي لونتي تيز
antithèse. Bien, voir. Alors, شو قال انا عاود نقراو السوجي انا عاود في خبارك انا دابا انا خدام معاكم بحال هكا اشو اون ديريكت ما عارفش السوجي انا يلا انت ما قدرت نكتب والو حتى نطلع نقرا السوجي انا عاود نقرا بزمني ما يمكنش لي نغامر راه 10 نقاط دوك ما نزربش انت اون ادميجين ايغالمون كو لي ريلاسيون اونتر لي فوازان دواف ايتر بازي سور قال لك ان العلاقات ما بين الجيران خصها تكون بازي على الاحترام والمساعده ولكن كنلاحظوا بان شي جيران ولاو كيتصرفوا اي دون مانيير انكسبتابل واخا هنا الموضوع هو هذا تقدر لو ريسبي اونتر لي فوازان مزيان كتب هذا انت لو ريسبي اونتر لي فوازان حتى اللي دار اللي دار المهم لو ريسبي دي فوازان تيز ريسبكتي لي فوازان اونتي تيز نو با لو ريسبي دي فوازان لا تيز هو هذا غلطتو في لا تيز لا تيز عرفتي شناهي الفكره والفكره المضاده ان هاد لو ريسبي ما بقاش فهمتي ان دابا لي فوازان اكطوالمون ولاو كيتصرفوا دون مانيير انكسبتابل فهمتي اش بغيت نقول لك لو ريسبي دي فوازان انت بحال غنقولوا لو ريسبي انت غنديروا لو ريسبي existe encore et ou là n'existe plus ou là ma presse femme le respect entre les voisins et ou existe ou là n'existe plus ou je barque ou le ma presse فهمتي اش بغيت نقول لك هاد القضيه اللي درت انا دابا باش نتفاهموا ماشي بالضروره دير بحالي فهمتي اش بغيت نقول لك tu n'es pas obligé انك دير نفس الخدمه اللي درت انايا لا فهمتي اش بغيت نقول لك تقدر مثلا تعطيوني لا تيز لا ناتور دي ريلاسيون انت لي فوازان غلط لو ريسبي دي فوازان صحيحه انت بون الموضوع هو هذا الموضوع احترام الجيران واش باقي انا باقي لو ريسبي اكزيست انكور ولا نيكزيست بلو انا بعدا بيرسونيلمون هذا غنخدمو بلون سامبل وعرفتي اش غندير فيه